ويوما ذهلت حين تأملت قول ربي سبحانه وتعالى: علم أن سيكون منكم مرضى وآخرون يضربون في الأرض يبتغون من فضل الله وآخرون يقاتلون في سبيل الله. نعم يا رب، قد علمت حالهم وأمراضهم وأشغالهم في أسفارهم أو انهماكهم في حرب عدوهم، فبما توصيهم؟ قال تعالى: فاقرأوا ما تيسر منه. عجبا، يأذن لهم ربنا أن يجمعوا الصلاة بل ويقصروها وأن يفطروا في نهار رمضان، لكن لا تنقطع عن ترتيل كلام ربكم. فما هو عذري أنا وما هو عذرك أنت؟ كأني أقرأها لأول مرة، ولكن ماذا أعمل؟ فأنا حقا لا أجد وقتا. تأملت يومي وأعمالي، زوجة، أولاد، عمل، جلسة مع الأهل، وأعمال أخرى كثيرة إضافة إلى عملي وواجباتي خارج البيت، ولا أنسى طبعا قراءة رسائل الأحباب على الفيسبوك والواتساب، ثم أنام متعبا. لا أخفيكم، خجلت من نفسي كثيرا. أيعقل أن أجد وقتا لكل هذه الأشياء ولا أجد نصف ساعة لتلاوة وردي؟ حينها فقط علمت كم كنت أكذب على نفسي، وكان قرارا حاسما غير مجرى حياتي وأعاد إليها النور من جديد. كلما هممت أن أحمل مصحفي توافدت أعذاري، فلاح لي قول ربي تعالى: فاقرأوا ما تيسر منه. وكلما تزاحمت أشغالي فلا أدري أيها خير لي، بدا لي قول ربي سبحانه وتعالى: هو خير مما يجمعون. فأخي الحبيب، لا تنتظر أن تنهي أعمالك لتجد وقتا للقرآن، بل ابدأ به، يكرمك الله تبارك وتعالى ببركة في أوقاتك وأعمالك وجهدك وطاقتك. ألم تسمع قول ربك سبحانه: اقرأ وربك الأكرم؟ في الحقيقة لسنا بحاجة إلى وقت، بل نحن بحاجة إلى عزم صادق ورفقة صالحة. فأسأل الله العلي العظيم لكل من نشر هذا المقطع أن يجعل القرآن ربيع قلبه ونور صدره وجلاء همه وحزنه.